بشأنها ينضم إلينا في الاستوديو محمد السطوحي الكاتب والمحلل السياسي. أهلا ومرحبا بك معنا هنا في الاستوديو سيد أهلا محمد. بك أستاذ أحمد. سأربط ما قاله سيد شحادة بمسألة عدم فهم التصور الأمريكي لمسألة تحديث السلطة الفلسطينية لتكون قادرة على حكم الضفة وغزة من خلال ما ينشر وما يتحدث به وجوه الإدارة الأمريكية. ما هذا التصور؟ الولايات المتحدة تقول دائما نحن نريد أن تكون السلطة الفلسطينية هي المسيطرة على غزة، لكنها تقول أيضا نحن مدركون للمشاكل المرتبطة بالسلطة الفلسطينية، أنها ضعيفة، أنها غير قادرة على ممارسة هذه المهمة الآن، أن هناك مشاكل مرتبطة بها وخاصة بقضايا الفساد وغيره. إنما في نفس الوقت تقول إنه هذا هو الاختيار والخيار المتاح الذي من الممكن أن يساعد على اختيار البديل المناسب في غزة، لأنه إذا كان الهدف إسقاط حماس ليكن، ولكن لا يمكن أن نترك حماس بعد سقوطها في فراغ في قطاع غزة بهذا الشكل. المشكلة هي أنه الجانب الإسرائيلي لا يوافق على السلطة الفلسطينية، لا يريد لهم أن تكون لهم سيطرة على القطاع، ومن هنا الولايات المتحدة تحاول أن تصل مع الإسرائيليين إلى صيغة تسمح بعودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع. أنا غير واثق الحقيقة إذا كانوا سيقدرون على الوصول إلى هذا الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي، لأنه حكومة نتنياهو ليست مسألة تكتيكية بالنسبة لها. دخول السلطة الفلسطينية إلى القطاع هو يرونه من وجهة نظرهم تهديدا استراتيجيا. هم كانوا حريصين دائما على إيجاد فاصل ما بين القطاع من ناحية والضفة الغربية من ناحية أخرى، وكانوا سعداء بوجود سلطة حماس في القطاع وسلطة السلطة الفلسطينية في الضفة، لأنه هذا يسمح بإيجاد هذا الفاصل أو هذه الفجوة المستمرة. هل يقبلون الآن بنقد هذه السياسة الاستراتيجية التي عملوا عليها؟ هل يقبلون كما قال نتنياهو بأن يطهروا حماس أو يطهروا الغزة من حماس من أجل أن يقدموها هدية للسلطة الفلسطينية التي يرونها في حقيقة الأمر عدوا، ليس من الناحية العسكرية ولكن من الناحية السياسية؟ لا يريدون للسلطة الفلسطينية أن تكون قائمة وقوية بما يسمح لها بالدخول في عملية سلام من الممكن أن تؤدي إلى اتفاق هم لا يريدونه ولا يقبلون به. فمن هنا الأمريكيون يتحدثون بهذا الشكل، ولكني لدي شكوك قوية فيما إذا كانوا قادرين على تحقيق هذا عمليا على الأرض. من معالم هذه الزيارة أيضا ما كان في خلفية سوليفان وهو يتحدث السفارة الأمريكية في القدس، هذه الخطوة التي لم يتراجع عنها بايدن بعد أن اتخذها ترامب، وهي جزء مما لم تقم به هذه الإدارة فيما يخص حل الدولتين وفتح القنصلية أيضا. كيف يؤثر هذا في الاستقبال الفلسطيني للمواقف الأمريكية حتى إن تغير؟ هم يستقبلونها طبعا بطريقة سلبية، ولكن أنا أعتقد أنه ليست لديهم أي خيارات أو بدائل. هم سيقبلون بما تفعله الولايات المتحدة ليس عن رضا ولكن عن اضطرار، لأنه من سيذهبون إليه للتفاوض، من سيذهبون إليه للضغط على الحكومة الإسرائيلية للقبول ولو بالحد الأدنى الذي من الممكن أن يتعايشوا معه وبه. فالجانب الفلسطيني أنا في حقيقة الأمر أراه وجهه للحيط بهذا التعبير، وبالتالي الاختيارات أمامهم محدودة للغاية. الجانب الأمريكي هذا متوقع ومفهوم من إدارة بايدن. أولا حكومة ترامب كانت تسعى لهذه المسألة منذ البداية، هو وعد بها حتى في حملته الانتخابية ونفذها في فترة قصيرة بعد توليه السلطة. نقل السفارة الأمريكية، اعترف بالقدس عاصمة، بل اعترف أيضا بالجولان كجزء من أرض إسرائيل. جاءت حكومة بايدن لكي تتعايش مع هذا الواقع. ربما كانوا لو كان بايدن في السلطة من البداية ربما ما كان ليقدم على هذه الخطوة، ولكن بما أنها حدثت بالفعل من إدارة ترامب فإنه ما كان ليتراجع عنها، ولا أعتقد أنه يستطيع أن يتراجع عنها حتى لو أراد. هو لا يريد، ولكن حتى لو أراد أنا أعتقد أن الضغوط في واشنطن من اللوبي القوي المؤيد لإسرائيل ما كانت تسمح له بذلك.